السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، المجال الثاني، الحديث الشريف، بعنوان أهمية سلامة الصدر، الجزء الثاني. بنهاية حصة اليوم يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أن يعلل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفات السلبية في الحديث الشريف، وأيضاً يعدد الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. طلابي الأعزاء، قبل أن نبدأ في أهداف حصة اليوم، لنسترجع معاً ماذا تعلمنا في الجزء السابق. أحسنتم، إذاً قرأنا الحديث الشريف قراءة سليمة. ثم ماذا تعلمنا؟ أحسنتم، تعرفنا على راوي الحديث الشريف، ثم فسرنا المفردات الجديدة في الحديث الشريف. طلابي الأعزاء، هيا لنتذكر معا، من منكم يساعدني في الإجابة على هذه الأسئلة؟ لنشاهد معا السؤال الأول. أكمل نص الحديث الشريف: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. من منكم حفظ الحديث الشريف؟ أحسنتم، وكونوا عباد الله إخوانا. لننتقل الآن إلى السؤال التالي. اكتشف الخطأ فيما يلي: راوي الحديث هو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، كنيته هو أبو هريرة رضي الله عنه، كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا لنكتشف الخطأ معا. بارك الله فيكم. إذن الإجابة الصحيحة هي: راوي الحديث هو أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، كنيته هو أبو حمزة رضي الله عنه، كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لننتقل الآن إلى السؤال التالي. ما معنى المفردات التالية؟ لنتذكر معا يا طلابي، معنى كلمة لا تباغضوا هي، أحسنتم، لا يكره بعضكم بعضا، ويهجر بمعنى يقاطع. أعزائي الطلاب، لنبدأ بالهدف الأول لحصة اليوم، وهو أن يعلل الطالب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفات السلبية في الحديث الشريف. إذن يا ترى ما هو سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفات السلبية؟ لنشاهد الإجابة معا. فالمجتمع الإسلامي هو مجتمع متماسك قوي تشيع فيه المحبة والمودة، ويسوده التعاون والتراحم. ولكي يبقى هذا المجتمع على تماسكه وقوته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفات السلبية في الحديث الشريف حتى يبقى المجتمع على تماسكه وقوته. إذن لنشاهد معا، هذه هي الإجابة: حتى يبقى المجتمع على تماسكه وقوته. فنقصد من هذا
بأنه يجب علينا أن نبتعد كل البعد عن الصفات السيئة في الحديث الشريف، لأنه إذا اجتمعت بعضها أو كلها في شخص واحد كان من شر الناس. طلابي الأعزاء، لنتأكد من تحقيقنا للهدف الأول من خلال حل الأسئلة التالية. السؤال الأول: علل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفات السلبية في الحديث الشريف. هيا لنفكر في الإجابة. أحسنتم! حتى يبقى المجتمع قوي ومتماسك. ننتقل الآن إلى السؤال التالي في الكتاب صفحة 36 سادساً: ضع علامة صح أمام السلوك الحسن وإشارة خطأ أمام السلوك المذموم. التباغض. أحسنتم! إذن هو يعد سلوك مذموم. أما التحابب فهو سلوك حسن. التحاسد يعد سلوكا مذموما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التواصل فهو يزيد الألفة فيما بيننا. التقاطع والتدابر فهو يعد سلوكا مذموما. بارك الله فيكم. بعد أن تعلمنا يا أبنائي لماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصفات السلبية في الحديث الشريف، هيا لنعدد الأمور التي نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لنفكر يا طلابي من خلال الحديث الشريف الذي أمامكم، ما هي الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف؟ بارك الله فيكم! أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن التباغض والتحاسد والتدابر والهجر. أحسنتم! أعزائي الطلاب، لنرى أول صفة أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عنها، هي التباغض. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراهية الناس لبعضهم البعض داخل المجتمع، والغرض من هذا الأمر تدريب النفس على حب الآخرين وتجنب الصفات التي تفسد القلوب. إذن للتباغض آثار أيضاً تترتب عليها وتنقسم إلى قسمان. هناك آثار تترتب على الشخص قد يمنعه البغض من حسن التصرف مع الآخرين، وقد يسلك سلوكاً سيئاً ليزعجهم أو يكون أنانياً في التعامل معهم. أما الآثار المترتبة على المجتمع فهي قد تؤدي إلى القطيعة والظلم أحياناً، وتقل فرص التعاون بين الناس، مما يؤثر في تقدمهم ومصلحتهم. طلابي الأعزاء، لنتعرف على الصفة الثانية التي نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: التحاسد. إذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد، وهو تمني زوال النعمة عن الآخرين، وذلك لما له من آثار سلبية على المجتمع المسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إذن هناك آثار تترتب على التحاسد، يا ترى ما هي؟ أحسنتم! إذن هناك آثار تترتب على الفرد، وهي أن المؤمن لا يكمل إيمانه، أما على المجتمع فهي تنتشر فيه البغضاء
والعداوة. أبنائي الأعزاء، لنفتح الكتاب صفحة 30 لحل نشاط أفكر وأجيب. فكر فيما يجره الحسد من آثار سلبية على الشخص الحسود والمجتمع الذي يكون فيه الحسد منتشرا. لنفكر معا. بارك الله فيكم. إذا الشخص الحسود يكون إيمانه ناقصا، أما المجتمع فتقل فيه فرص التعاون بين الناس وتنتشر فيه العداوة والبغضاء والكراهية. طلابي الأعزاء، هيا لنتعرف على الصفة الثالثة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عنها، وهي التدابر. فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاداة بين المسلمين وإعراضهم بعضهم عن بعض، والذي يكون غالبا نتيجة للبغض الذي يقطع أوصال المجتمع. والإسلام يحث على التآخي ونشر السلام والمحبة، لذا لا يجوز للمسلم أن يعرض عن أخيه أو يبغضه كي تنتشر المحبة والأمن والسعادة بين الناس جميعا. إذن على ماذا حثنا الإسلام في هذا الحديث الشريف؟ هيا فكروا معي. أحسنتم. إذن الإسلام حثنا على التآخي ونشر السلام والمحبة والابتعاد عن كل ما هو سلبي وسيء. هيا لنتعرف على الصفة الرابعة المذمومة في الحديث الشريف، وهي الهجر. إذن الأصل في علاقة المسلم مع إخوانه هي الود والتقرب إليهم، غير أنه قد تحدث بعض المشاكل بين الناس فينزعج المسلم من أخيه ويفكر بمقاطعته، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الهجر فوق 3 أيام، فيكون الإنسان قد هدأ وذهب عنه الغضب خلال هذه المدة. وبينت الأحاديث الشريفة أيضا أن خير المتخاصمين هو الذي يبدأ السلام، لأنه جاهد نفسه وتغلب على أسباب الهجر لديه، فاستحق بذلك أن يكون خير الاثنين. إذن كم يوم نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهجر؟ فكروا معي يا أبنائي. أحسنتم. إذن نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهجر فوق 3 أيام. من هو خير المتخاصمين؟ هيا لنفكر. بارك الله فيكم. خير المتخاصمين هو الذي يبدأ السلام ويبادر بفعل الخير ويبتعد عن سائر هذه الصفات المذمومة. أعزائي الطلاب، لنفتح الكتاب معا صفحة 31. أتدبر وأستنتج الأحاديث الشريفة وأستنتج المبادئ الواردة فيها. إذن لنشاهد الحديث الأول. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن ما هو المبدأ الذي نستنتجه من هذا الحديث الشريف؟ فكروا قليلا. أحسنتم. عدم التباغض والتحاسد. لنشاهد الحديث التالي. قال صلى الله عليه وسلم في شأن المتخاصمين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن ماذا نستنتج من هذا الحديث؟ لنفكر معا. بارك الله فيكم. عدم التخاصم.
إذن يحثنا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المبادرة في البدء بالسلام. لنفكر الآن معا، ما هي القيمة التي نستطيع أن نستنتجها من درس اليوم؟ أحسنتم! سلامة الصدر هي القيمة التي حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. لنفتح الآن الكتاب معا، صفحة 35، لنتأكد من تحقيقنا للهدف الثاني. بسرعة يا أعزائي! رابعاً، ما الآثار السلبية المترتبة على وقوع التباغض على الشخص وعلى المجتمع؟ هيا لنفكر معاً. بارك الله فيكم! إذن على الشخص قد يمنعه البغض من حسن التصرف مع الآخرين، وقد يكون أنانياً في التعامل مع الآخرين. أما على المجتمع فقد يؤدي إلى القطيعة والظلم أحياناً، وتقل فيها فرص التعاون بين الناس. طلابي الأعزاء، لنتأكد الآن من تحقيق أهداف حصة اليوم ونجيب على هذه الأسئلة. عدد الأمور التي نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سلامة الصدر. هيا لنفكر في الإجابة. أحسنتم! إذن الإجابة هي التباغض والتحاسد والهجر والتدابر. لنشاهد معا السؤال التالي: أذكر الآثار المترتبة على وقوع التباغض بين الناس من حيث المجتمع. هيا لنفكر معا. بارك الله فيكم! إذن الإجابة هي يؤدي إلى القطيعة والظلم أحياناً، وتقل فرص التعاون بين الناس في المجتمع.